ما قصرتوا. طبعا مشاهدينا إلى أجواء درب الساعي نرجع لكم. أيضا تنظم حديقة القرآن النباتية باقة مهمة من الفعاليات الشيقة خلال فترة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع والتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة والنباتات والإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 وجهود الدولة في التنمية المستدامة يا خالد. نعم فهد، طبعا للحديث أكثر عن هذه الفعاليات يسرنا أن نستضيف معكم هنا في الاستديو السيد عبد الرحمن الحمادي مسؤول الفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي في حديقة القرآن النباتية بجامعة حمد بن خليفة. مرحبا ومسهلا فيك وحياك الله يا عبد الرحمن. مرحبا فيكم والله يحييكم. يا مرحبا ومسهلا عبد الرحمن. طبعا نبغي نتكلم في البداية ومثل ما احنا عارفين والمشاهد عارف بهذه الحديقة، طبعا أبرز النشاطات اللي تقومون بها في حديقة القرآن النباتية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، لو تكلمنا عن النشاطات اللي تقوم بها الحديقة في فترة كأس العالم، احنا ركزنا على 4 أو 5 نشاطات رئيسية تقريبا. أول شيء احنا قمنا بعمل معرضين مختلفين، واحد في المتحف النباتي في حديقة القرآن النباتية اللي أطلقنا عليه اسم حكمة وآية. نعم. والمعرض الثاني هو معرض المجموعات البيئية في مركز ملتقى في المدينة التعليمية. الشيء الثالث احنا عندنا جولات تعريفية في حديقة القرآن النباتية أو جولات في الحدائق الحسية، وعندنا تحدي ضربات الجزاء اللي نشوف عليه إقبال كبير في هذه الأيام. نعم. بالنسبة للمعرض الهولوجرام مثلا أو معرض حكمة وآية، احنا قمنا بتصميم هولوجرام متحف هولوجرام بتقنية الـ 3D يعرض لنا قصة الإنبات أو تفسير آية من آيات القرآن الكريم عن قصة الإنبات بتقنية الـ 3D بصور متحركة اللي راح تعطي طابع إيجابي للزوار أن تشرح لهم الآية بطريقة مبتكرة ومميزة. ما شاء الله. بالنسبة للجولات التعريفية احنا عندنا الجولات الحديقة، حاب أوضح للجمهور أن الحديقة مفتوحة وما تحتاج أي تسجيل ومجانية، لكن هذه الجولات تحتاج تسجيل مسبق لأنها على فترات معينة وأوقات محددة، بحيث أن هناك متطوعين ومختصين من الحديقة يأخذون الزوار في كل جولة يعرفونهم بأهم المرافق والنباتات الموجودة في حديقة القرآن النباتية. نعم ما شاء الله. طيب عبد الرحمن خلني أسألك شوي عن المجموعات المتواجدة في الحديقة، يعني أنواع النباتات اللي موجودة أصنافها، تكلم شوي عنها يعني. أول شيء في حديقة القرآن النباتية هي عبارة عن حدائق حسية أو 5 حدائق حسية مرتبطة بالحواس، فأطلقنا عليها الحدائق الحسية. فكل حديقة يعني مثلا عندنا حديقة الصوت، هالحديقة مرتبطة بحاسة الصوت، يعني لما تدخلها على أنواع الأشجار الموجودة فيها يعني تسمع من خلالها أصوات مختلفة غير عن باقي الحدائق، فلذلك أطلقنا عليها حديقة الصوت. عندنا أيضا الحديقة المائية، عندنا الحديقة الصحراوية، عندنا حديقة الأعناب فيها أشجار الأعناب أو الأشجار المتسلقة اللي تغطيها وتعطي عليها جمالية، بحيث أن احنا نقوم بجميع الفعاليات اللي نقوم فيها تكون الكلمات الافتتاحية أو الورش في داخل هذا المكان المغطى بأشجار الأعناب. عندنا ايضا صحن الالعاب اللي هو على شكل اشجار المشروم، ولكن هي مصممه بهذا الشكل ومحاطه باشجار التين والزيتون، لان تقريبا من اول الصور اللي يحفظونها الاطفال هي صوره التين. صحيح. فلذلك قمنا بزراعتها على التين والزيتون في حديقه الاطفال. عندنا بعد ايضا اللي هي حديقه الزهور او الروائح. وعندنا ايضا حديقه الرواح، الله يتذكر ذكرت فيها. هاي من تدخلها يعني او قبل ما توصلها سبحان الله توصل لك ريحه الزهور، يعني تكون مختلفه عن باقي الحدائق الخمس. هذه الحديقه وش هي هذه اللي طالعه؟ هذه الحديقه المائيه. يعني كل حديقه لها خواص معينه، هذه الحديقه المائيه النباتات اللي تحيط بها نباتات يعني لها خواص مائيه وتعيش في بيئه استوائيه، مثل نباتات الموز مثل القسط الهندي محاطه بهذه الحديقه. ما شاء الله. وكل شيء يعني باختصاصه مثل ما تشوفون هنا في الشاشه، هذا المتحف النباتي اللي نقوم بعرض الهولوجرام داخله،
وفي ايضا ادوات تراثيه مرتبطه بهذه القصه، قصه النبات اللي احنا نكون فيها. نعم. فالمعرض النباتي يعني خلال شهرين او كل شهرين نغير الادوات الموجوده فيه. يعني كل شهرين يكون معرض مختلف له يعني مغزى وهدف معين. نعم. طيب الان في عندكم ايضا بعض يعني في روبوت موجود ايضا مستخدم. صحيح. شنو الروبوت؟ شنو وظيفه هذا الروبوت في الحديقه يعني؟ ويتعامل مع من هذا الروبوت؟ الروبوت المرشد، احنا اخترنا هذا الروبوت. هاي معرض المجموعات البيئيه المختلفه. احنا في حديقه القرى النباتيه قسمنا النباتات الى ثلاث مناطق جغرافيه مختلفه. يعني مثل ما تشوفون هذا الروبوت راح يرحب بالزوار عند نقطه الدخول ويعرفهم بحديقه القرى النباتيه ويعرفهم بمعرض المجموعات البيئيه الموجوده في المركز، ويتحدث اللغتين العربيه والانجليزيه. فاحنا مثل ما قلنا احنا عندنا ثلاث مناطق جغرافيه مختلفه. نعم. عندنا معرض، عندنا مجموعه النباتات الصحراويه، عندنا مجموعه النباتات الاستوائيه، ومجموعه البحر الابيض المتوسط. فكل مجموعه راح يرشدك المعرض للمجموعه اللي تختارها، وبشكل تفاعلي راح يوصلك للمعرض اللي تختاره، وكل معرض راح تشوف فيه او تتعرف على نباتات خاصه بهذه المنطقه. مثلا المعرض الصحراوي راح تتعرف على بعض النباتات الصحراويه، وتتعرف على المنتجات الصحراويه ايضا مثل السواك او ثمار السدر. هاي تعتبر منتجات من البيئه الصحراويه. نعم صحيح. طبعا عبد الرحمن احنا اكيد مستمرين معاك ونسولف اكثر عن هذه الحديقه طبعا. اذا نرجع معكم مشاهدينا الكرام ونستكمل حوارنا هنا بالاستديو. عبد الرحمن انا ودي اتكلم معك ايضا عن الفعاليات او المبادره هذه، يعني الحديقه القرانيه اللي موجوده. ايش الرساله المرجوه من هذه الحديقه؟ يعني ما هي الرساله المرجوه من وراء اقامه هذه المبادرات او هذه التفصيلات الخمس بانواعها اللي ذكرتها من ساعه؟ بالنسبه للهدف الاساسي لحديقه القران النباتيه هو نشر الوعي البيئي في المجتمع عن طريق الحملات الزراعيه اللي نقوم فيها. طبعا في حملات نشرك جميع فئات المجتمع فيها من كبير وصغير. نعم. الكل يعني مرحب ان يشاركنا هذه الفعاليات، واحنا يعني نوزع للي حابين انه يزرعون في المنزل او يزرعون في البر القطري او اي مكان، احنا نوزع وبالمجان. يعني احنا بالعكس هاي هدف من اهداف الحديقه هي زياده البقع الخضراء والتشجير في. نعم. دوله قطر. صحيح. احنا الحمد لله يعني بغض النظر عن الفعاليات اللي سويناها في كاس العالم، لكن احنا ما تخلينا عن هدفنا الاساسي اللي هو زياده البقع الخضراء والتشجير. نعم. بحيث ان احنا كان لنا الشرف ان قمنا باهداء اللجنه العليا للمشاريع والارث ما يقارب 500 شجره بمختلف الاشجار وانواع مختلفه، بحيث قمنا بتزيين بعض او عدد من الملاعب والاستادات الخاصه بكاس العالم، وعلى راسهم استاذ البيت اللي يعني اذهل العالم بجماليته من جميع النواحي. بيض الله وجهكم، الله يكتب اجركم، عز الله ما تقصرون. وايضا ان ذكرت الان كاس العالم، بحكم ان نعيش ايضا هذه الايام كاس العالم والفعاليات المصاحبه لكاس العالم، هناك مساحه للاطفال وهي مثل ما ذكرت في البدايه يا بلنتي او شبك الهدف، حدثنا عنها. لان الفعاليه في كاس العالم احنا قمنا بتخصيص مساحه مخصصه للاطفال للعب كره القدم، وبحيث ان في نفس المرمى مثل ما شفتوا في التقرير، وهاي تحدي ضربات الجزاء يقيس لك قوه الشوته، يعني كل واحد يتحدى الثاني من يشوت يعني اقوى ومن يسجل اكثر. فالحمد لله هذه الفعاليه يعني لاقت اقبال كبير لحد اليوم، والحديقة مفتوحة يعني نرحب بالمستمعين والزوار انهم يستمتعون بهذه الاجواء في حديقة القرى النباتية. مرحب باقي وما تقصرون. طيب لما نجي نتكلم عن الحديقة، من هم زوار هذه الحديقة؟ الاطفال، كبار السن، مختلف الفئات العمرية، نتكلم عنهم. ايش الفعاليات اللي ممكن هم يسوونها غير التعرف والمشي من خلال النظر الى هذه المبادره، ايش ممكن يسوون هناك لما يجون عندكم الحين؟ اول شيء حديقه القرى النباتيه يعني ما لها عدد او نوع من الزوار نوع معين، لان يعني احنا حاولنا ان نجذب جميع الفئات. يعني عندنا في المتحف النباتي مثل الشاشه التفاعليه. نعم.
هذه الشاشة يعني يقدرون يستخدمونها الكبار ليتعرفون على أنواع النباتات الموجودة في الحديقة. نعم. وأيضاً الأطفال هناك ألعاب مخصصة للأطفال. صحيح. للتعرف أيضاً على النباتات بطريقة مميزة عن طريق اللعب. زوار الحديقة في زوار حابين يتعرفون أكثر عن النباتات وفي زوار أصلاً ما يعرفون إيش هي حديقة القرآن. فهي تكون فرصة لهم للتعرف على مختلف النباتات اللي موجودة في حديقة القرآن. إحنا بنكون مستمرين معك ولكن أيضاً بننتقل معك. يلا. عبد الرحمن نرجع لك مرة ثانية. أنا بنتكلم أيضاً ونوضح للمشاهدين في حملة اسمها حملة غرس. وش هي هذه؟ بالنسبة لحملة غرس هي يعني أحد أنجح البرامج اللي قامت فيها حديقة القرآن النباتية. ما شاء الله. وهذه الحملة تم تأسيسها يعني لحظة فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم. ممتاز. تقريباً من 10 سنوات يعني. ما شاء الله. وأطلقنا عليها غرس 2022. فكان الهدف من الحملة هو غرس 2022 شجرة بحلول عام 2022. والحمد لله يعني تم انتهاء من هذا الاعداد وباقي اخر شجره وان شاء الله راح يتم زراعتها وختام هذه الحمله خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله في حديقه قران نباتيه او في احد المناطق في بر قطر. نعم. ما شاء الله يعني خلوها تاريخ 18 ديسمبر والحين توني كنت مع الختام مع اليوم الوطني. اي ان شاء الله يعني هاي احد الافكار والحمد لله يعني هاي الحمله احنا لاحظنا ان بعدها شفنا حملات كثيره زراعيه طلعت ومبادرات من الشباب القطري فشجعتهم هاي الحمله انهم يتجهون الى زياده البقع الخضراء والتشجير في دوله قطر لمواجهه التصحر. شوف الله يسلمك هي بالاول بالاخير تسوي ثقافه عامه عند الناس. صحيح. يعني نرجع حق موضوع الاهتمام بالبيئة، الاهتمام أيضا بالمظهر العام، المنظر العام للمدينة. يعني الحضارة هي دائما تعتمد على المظاهر العامة اللي يظهرها الناس عن طريق مثلا الثقافة، البيئة، الشعر، الفن، الأمور هذه كلها تخدم نفسها. يعني يمكن هذا يخليني أفتح معك أيضا مجال نتكلم فيه شوي عن أجواء المونديال في قطر، اللعيبة واتجاه الأنظار إلى قطر، كأس العالم الآن الكل يتحدث عن فعاليات. الفعاليات اللي موجودة. خلينا نتكلم شوي عن هذه الأمور. شنو أكثر شيء يعني حسيت أنه مال قلبك إليه من فعاليات من الأشياء اللي أنت شفتها؟ أول شيء أنا أشكركم اليوم أن يعني الاستضافة كانت في درب الساعي. أنا أول مرة أزور هالمكان. ما شاء الله أجواء وايد حلوة هني. نعم. ما توقعت هالعدد الكبير من الزوار. يعني مثل ما قلت الأجواء اليوم تعدلت وإن شاء الله قاعد تتحسن يوم عن يوم. صحيح. أجواء سوق واقف صراحة يعني خيالية. كل يوم تشوف يعني كل ما تروح تشوف أشياء أحلى من الأيام اللي قبلها. نعم. صحيح. فيعني أنا أدعو المشاهدين أنهم يزورون درب الساعي، يزورون سوق واقف، يزورون مشيرب. مشيرب اليوم نشوف ما شاء الله إقبال كبير عليها. لو تكلمنا عن المباريات للأسف يعني إحنا ما حالفنا الحظ من المنتخب القطري. يعني نعم. حاولوا كنا نتمنى الأفضل. صحيح. بس ان شاء الله يعوضونها في الايام القادمه. يعني ان شاء الله هاي مش اخر بطوله لهم. يعني ان شاء الله. نعم. طبعا ما زلنا مستمرين اكيد بنسولف اكثر في هذا الموضوع ولكن ايضا لدرب الساعي. نعم. موعد في المباريات مثل ما ذكر عبد الرحمن ومعوضين خير ان شاء الله. طلعت في من البطوله. منتخبنا طلع من البطوله ولكن قطر ما زالت في البطوله. صحيح. لا تنسون ان قطر هي الدوله المضيفه. نعم. قطر هي المدرجات يعني نقول بكره كل من عنده تذكرة ولا عليها مر يروح مشكور ويساهم ويشارك بإنجاح هذه البطولة. صحيح. ترى هذه بطولتكم أنتم. هذه يعني المجهود اللي قمتوا به خلال كم قلت لي 12 سنة. الآن بنبدأ الغرس. هناك في غرس حملة الغرس يغرزون الشير. إحنا لا نغرز النجاح. نعم. صحيح. الكل يؤدي واجبه يا خالد. أحسنت القول فهد. يعني صراحة أنا متأكد أنه يعني هي بمبدأ فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنا متأكد أن الناس بكرة بإذن الله تعالى الجمهور المتعطش الاستمتاع بكرة القدم أيا كان حظوظ المنتخب. وأنا أعرف أن في ناس يعني يمكن تتمنى أن يكون يعني المقام يعني في مقال أفضل من هذا اللي صار يعني للمنتخب الحظوظ الأوفر. ولكن يعني بالأول بالأخير إحنا نستذكر هذا القول أن بالأول بالأخير هذه رياضة فيها نجاح وفيها خسارة. وإحنا يعني نشجع كل من سوف يذهب إلى هذا الملعب ويستمتع. بعدين إحنا نتكلم عن بطولة كأس عالم. أنت كم مرة راح يعني ما هي احتمالية حدوث هذا الشيء أن الإنسان يروح ويستمتع بوجوده بالمدرجات وأنه يطالع المباريات. طبعا كل واحد وظروفه الخاصة ولكن بالأول بالأخير إحنا نشد أيدينا على أيديهم ونتمنى لهم اللعب يعني بتفاني حتى لو كان يعني حظهم يعني
غير موفق في هذه المباراة، ولكن وجودهم اليوم هناك كمشجعين أيضا يساندون فريقهم ويستمتعون بهذه الأجواء المونديالية، أعتقد هذا يعني شيء كلنا احنا نفخر فيه. بعدين احنا عندنا الفرحة فرحتين هذه العام، كأس العالم اللي جميع الناس كانت تنتظر أن يعني أن يكون لها يد أو سلطان على كأس العالم، واللهم لك الحمد كل هذا الأمر بالنجاح. واليوم احنا مقبلين على أيام معدودة من 18 ديسمبر وهو اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر، واتمنى ان يا رب الله يمد بعمرنا ونشوفكم ان شاء الله كل سنه في فرح وفي سرور ان شاء الله، وان شاء الله يكون عندنا ترتيبات ثانيه المونديالات الثانيه، ما تدري بعد شو يصير عندنا. صحيح ما تدري شو يصير ان شاء الله. طبعا عبد الرحمن الحمادي مسؤول الفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي في حديقه القران النباتيه بجامعه حمد بن خليفه، لا انت بيض الله وجهك على حضورك. شكرا لكم وانا اشكرك على هذه الاستضافه الطيبه، وان شاء الله بكره كل الجمهور اللي عنده تذكره كلهم في الملعب ان شاء الله. صدق خروج المنتخب مو بعذر ان الواحد ما يروح المباراه، لا كلنا وراهم وكلنا نشجعهم ان شاء الله. صحيح. ان شاء الله بيض الله وجهك. كنت بعد خالد بيض الله وجهك وجهك ابيض. اشكرك لان بروح انا. طبعا مشاهدينا الكرام من درب